وللحديث أكثر عن التطورات ينضم إلي من القدس المحتلة راسم عبيدات الكاتب والباحث السياسي. سيد راسم، أهلا وسهلا بك في هذه الساعة. بداية نبدأ من عدم وجود وفد إسرائيلي اليوم في هذه المفاوضات التي تتم في العاصمة المصرية، هل يمكن اعتبار أن هذه نتائج المفاوضات قد حسمت بالتالي تضاؤل فرص انتهاء هذه الحرب؟ نعم، هذا ما تقولينه صحيح. وواضح أن نتنياهو لم يرسل الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة، وكان لديه نية مسبقة بإفشال هذه المفاوضات وعدم إتمام هذه المفاوضات، وهو بهذه المناسبة حتى في يوم عطلة السبت أصدر إحاطة سياسية وقال سواء كان هناك اتفاق أو لم يكن هناك اتفاق لتبادل الأسرى فنحن ذاهبون إلى معركة رفح ولن نوقف، لن ننهي الحرب بشكل نهائي في قطاع غزة، وسنستمر حتى يتم ما يسميه بالقضاء على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية ولا تشكل خطرا مستقبليا على دولة الاحتلال، بالإضافة إلى ما يسميه بتحرير الأسرى من جنود ومواطنين. أنا أعتقد بأن المفاوضات التي تجري واضح جدا أن نتنياهو اقترى سموتريتش وبن غفير، وهو لا يريد أن يكون هناك وقف لإطلاق النار ولا يريد أن يكون هناك حتى إتمام لسبق التبادل الأسرى، وكان يحاول ويراهن على رفض حركة حماس لهذه الصفقة لكي يقول بأن حماس لا تريد سبق التبادل الأسرى وسنذهب إلى معركة رفح واقتحام رفح من أجل تحقيق ما يسمونه بالانتصار الساحق، وخاصة أن نتنياهو يخشى من شركائه في الفاشية اليهودية إذا ما وافق على مثل هذه الصفقة ولم يستكمل عملية اقتحام مدينة رفح بأن تسقط حكومته من خلال تفجيرها من داخلها من قبل الفاشية اليهودية. ونتنياهو يدرك تماما أن سقوط هذه الحكومة يعني خسارة مستقبله السياسي والشخصي، لأن المحكمة بانتظاره ليس فقط بالتهم المنظورة ضده أمام قضاء الاحتلال للرشوة وسوء الائتمان وخيانة الأمانة، بل هو سيتحمل المسؤولية الكبرى عن الفشل الأمني والاستخباري في 7 أكتوبر بالإضافة إلى الهزيمة التي لحقت بجيش الاحتلال. ومن هذا المنطلق عندما يصدر نتنياهو إحاطة سياسية وينسبها إلى مصدر سياسي مجهول بعدم إتمام صفقة تبادل الأسرى وعدم إشراك، لكن السؤال سيد راسم اليوم إن تم يعني وهو السيناريو الأكثر إثارة للقلق والغير محبب بطبيعة الحال، اليوم إن حدث ما يهدد به ويلوح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اجتياح لرفح، هل هذا فعلا سيقربه من أهدافه الشخصية، خاصة أن الولايات المتحدة ترفض هذا الاجتياح؟ يا سيدتي، أولا دعيني أقول فيما يتعلق في قضية الحرب اقتحام رفح، هناك اتفاق بين كل المكونات والمركبات السياسية في إسرائيل حول الاستمرار الذهاب إلى اقتحام رفح، ولكن الخلاف في التفاصيل والخلاف أيضا يتركز حول إدارة هذه الحكومة لهذا الحرب، بالإضافة إلى أن هناك اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على أهداف الحرب، ولكن الخلاف حول الآليات وطرق تحقيق هذه الأهداف. الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنها تريد أعداد قتلى أقل واستخدام قوة نارية مركزة باستهداف مواقع عسكرية وأمنية للمقاومة الفلسطينية، بمعنى عدم سقوط عدد كبير من الضحايا وإيجاد ممرات وأماكن آمنة للضحايا. ولكن فيما يتعلق في أهداف الحرب هناك اتفاق أمريكي إسرائيلي واضح في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى اتفاق إسرائيلي الإسرائيلي للخلاف في التفاصيل وحول قدرة الحكومة على إدارة هذه المعركة أمريكيا حول تداعيات عملية الاقتحام فيما يتعلق بأعداد القتلى من المدنيين، بالإضافة إلى حجم التدمير في الجانب المدني فيما يتعلق بالمؤسسات والبنى التحتية والمدنية في مدينة رفح. ولذلك هنا يجب علينا أن لا نذهب بعيدا ونقول بأن هناك خلاف أمريكي إسرائيلي، الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هو خلاف يجري في إطار تكتيكي تحت سقف
محدد واضح، أمريكا صهيونية وإسرائيل قاعدة متقدمة للولايات المتحدة الأمريكية والغرب في هذه المنطقة، والعلاقات الاستراتيجية لا تمس لأنها تحددها الدولة العميقة، استمرار تقديم الدعم العسكري والمالي وتأمين الحماية القانونية والسياسية في المؤسسات الدولية، هذه من ثوابت السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل. ولذلك نحن وجدنا حتى أنه مع وجود ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في القاهرة لم يستطع أن يؤثر على موقف نتنياهو باتجاه القبول بصفقة تبادل الأسرى. وكذلك يبدو لي أن المعارضة الإسرائيلية التي يراهن عليها أهالي الأسرى بأن يشكلوا لوبي ضغط على نتنياهو هي الأخرى عاجزة في هذا الاتجاه، لا جانس ولا أزنيكوت ولا لبيد قادرين على زحزحة نتنياهو وشركائه من الفاشية اليهودية عن مواقفهم في هذا الاتجاه. ورغم كل المظاهرات التي تجري سواء في تل أبيب أو في القدس أو في رحب، وهذا ما أود أن أسألك فيه سيد راسم، يعني اليوم المضيف في هذا الطرح الذي يعني تتفضل به حضرتك، يعني إبعاد ملف المحتجزين المحتجزين، نعم، الإسرائيليين لدى حماس، بالتالي كيف ينعكس هذا وكيف سيكون صداه في الداخل الإسرائيلي اليوم؟ نعم، هذه المظاهرات كما قلت لك واضح أن هناك ازدياد في أعداد وحجم المتظاهرين وانضمام قطاعات لديهم، وبدون أن يكون الوصول إلى مرحلة أن تغرق الشوارع الإسرائيلية بمليون متظاهر إسرائيلي، فأعتقد بأنه لن يكون هناك قدرة على تغيير وجهة النظر في إطار الحكومة الإسرائيلية. الحكومة الإسرائيلية الحالية يبدو أنها متماسكة، نتنياهو لديه 64 صوتا في الكنيست، الفاشية اليهودية هي أصوات مضمونة، بالإضافة إلى المتدينين من حركة شاس ويهودية التوراة يقفون إلى جانب نتنياهو، ولم نلمس أي تمرد أو مظاهر تمرد في حزب الليكود على قيادة نتنياهو في هذا الاتجاه. ولذلك إذا استمرت الحركة في هذا الاتجاه بالقيام بمظاهرات احتجاجية من قبل أهالي الأسرى ومواقف، دعيني أقول، ليست حاسمة من قبل المعارضة الإسرائيلية، حتى هذه اللحظة المعارضة الإسرائيلية لم نلمس أنها جدية في إطار التصدي لنتنياهو والفاشية اليهودية، هي لم تنسحب من المجلس الحرب نعم المصغر، مبقي على وجودها في مجلس الحرب المصغر، بالإضافة إلى أنها تكتفي بالقول بأن حكومة نتنياهو هي أسوأ حكومة وهي ستقود دولة الاحتلال إلى كارثة وأنها عار على الشعب الإسرائيلي. ولكن بالمقابل على الأرض في خطوات عملية تلجم نتنياهو والفاشية اليهودية، لم نجد قدرة لهذه المعارضة أن تحسم هذه المسائل، بالإضافة إلى أن المؤسسة العسكرية حتى هذه اللحظة يبدو أنها متماسكة باتجاه دعم نتنياهو، وهي العامل الأساسي والمقرر. إذا ما حسمت المعارضة العسكرية موقفها باتجاه الوقوف ضد الذهاب إلى معركة اقتحام رفح وأن تكون الأولوية لتبادل الأسرى وإتمام صفقة التبادل، فأعتقد هذا سيشكل عامل ضاغط أساسي على نتنياهو وعلى الفاشية اليهودية باتجاه القيام بعملية أن تجري صفقة تبادل الأسرى. ولكن أن يصرح نتنياهو ولا يدعو لا جانس ولا أزنيكوت إلى إحاطة حول إرسال الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة من أجل إتمام صفقة التبادل الأسرى، ويصدر موقف ينسبه إلى مصدر سياسي مجهول بالقول بأننا كان هناك صفقة تبادل أم لم يكن، لن ننهي الحرب في قطاع غزة وسنذهب إلى معركة رفح، هذا يدلل على أن نتنياهو لا يعبه لا بالمعارضة الإسرائيلية ولا بقضية أهالي الأسرى ومظاهراتهم، وفي هذا الاتجاه ما يأبه به هو مصيره الشخصي والسياسي، وبالتالي